أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأوبأ بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحابتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرزا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحارا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلى على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد عزنت لك فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد عزنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا
واستفاني بالرسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرس وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة آخرتي ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.